أنا سليمان عبد الفتاح معرفي، مهندس مدني في شركة وفرة العقارية. أشكر الصندوق الكويتي للتنمية لمنحي فرصة السفر للولايات المتحدة لكسب الخبرة العملية في هذا المجال، وأنا جدا فخور بأني قاعد أفيد بلدي الكويت. نعم، بالعلم والمعرفة تبنى الأوطان. برنامج تأهيل وتدريب المهندسين المعماريين الكويتيين حديثي التخرج. الصندوق الكويتي للتنمية.